ما هو أفضل برنامج قدمه أحمد بسيم؟ يعني كلها بحبها جدا، بس في حاجات مقربة لقلبي زي مثلا المينا والجار للجار والمغفر. يا سلام، تعطي هنا لون لوكيشن المينا؟ لون لوكيشن المينا كان مصفر كده يعني. أصفر. على بركة اللون الأصفر. ما فيش أصفر. إلا فيه. بالله؟ بالله؟ إيه؟ طب سؤال بس يعني بالراحة كده، حاجة هتضر، حاجة تخوف عشان ننجز. بالنسبة لي؟ ولا بالنسبة لك؟ بالنسبة لك انت ما بتخافش غير مني، انا عارف. ايه يعني حاجة؟ طب ثانية واحدة. يا لبيك اللهم لبيك. ولا هذا ابراهيم بقى. طب ثانية واحدة بقى، يعني انت هتحطه اكيد حاجة مش هتقتلني يعني. اهو ابراهيم. راح فين ابراهيم؟ ابراهيم لا بص، طب بص بص العب يعني. العب ايه يا سمك؟ احمد بسيم فاز معانا في الجولة الاولى. اشيل ده؟ اشيل على بركة الله. يا روحي لها ماستر يا قلبي ان شاء الله. كلها ماستر يعني مش خايف؟ لا ده انا بس مش خايف من اي حاجه. لا عيب عليك، خلاص بقى ده خلاص كده يا عيني. سايبينه هنا ليه يا جماعه؟ ايه يا كوكي يا جميل؟ خلاص خلاص خلاص، حطها في عيني، حطها جوه عيني. هو هنا لا، هذا بعدين في الختام. ماشي تمام. احمد بسيم قول انا تجاوزت المرحله بنجاح. دي كاميرتك. تجاوزت المرحله مع الهامستر الجميل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.